ما زال وده الكلام انه يعني نعم. كل اللبنانيون كانوا يريدون حكومه اختصاصيين، ولكن ما فيش اختصاصي واضح ليست له مرجعيه سياسيه، وبالتالي هل الثلث المعطل ما زال موجودا ماثلا في هذه الحكومه؟ وهل سيستخدم هذا التعطيل، ام ان التعطيل بقى دلوقتي خطر جدا وبالتالي عايزين نمشي الدنيا؟ صحيح، هذا ما اريد ان اقوله، الثلث المعطل موجود، ولكن السبب الخفي وراء الثلث المعطل ليس في الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه يعني التي تحتاج الى معالجات انيه، الثلث المعطل هو لمرحله ما قبل الانتخابات، الثلث المعطل لكي لا يتخذ أي قرار لا يتيح للفريق الحاكم اليوم أن يبلغ الانتخابات النيابية بقوة، أو أن يتمكن من ملء أي فراغ ممكن أن يحصل على مستوى الرئاسة الأولى. لذلك الثلث المعطل سيتم استخدامه في ملفات سياسية في الدرجة الأولى، وربما في ملف واحد في الاقتصاد هو ملف الكهرباء، ملف الطاقة، النفط، لأنه حتى بموضوع صندوق النقد بات هناك تفاهم ضمني أنه لا يمكن أن لا يلجأ لبنان إلى الصندوق، وقد بدا واضحا من كلام وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم أنه سيكون هناك توجه لاستئناف المفاوضات. أريد أن أذكر هنا أن المفاوضات كانت قد بدأت ضمن المساعدة التقنية للصندوق مع حكومة حسان دياب، تمت 17 جولة من المفاوضات، ولكن في حينها تركزت تلك المفاوضات على موضوع الخسائر المالية في القطاع المالي المصرفي ومصرف لبنان، وبسبب الخلافات حول مقاربة الأرقام ومسألة هذه الخسائر توقفت المفاوضات إلى أن استقالت الحكومة، وبالتالي لم يعد بالإمكان الدخول في استكمال هذه المفاوضات. اليوم يعود لبنان إلى طاولة المفاوضات، يجب أن يعود ليس فقط من حيث توقف قبل عام، وإنما أيضا يجب أن تأخذ هذه المفاوضات في الاعتبار كل المسائل المالية والاقتصادية والنقدية المطروحة لكي يتمكن لبنان سريعا من التوصل إلى وضع برنامج مع الصندوق.